بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بيعتقد معظم النصارى إن موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عار وخزي للمسلمين، لدرجة إن في واحدة مسيحية كتبت تعليق وأنهت التعليق وبتقول مبروك خلاصك بمحمد الذي مات وشبع موت. ودي غلطة كبيرة بيقع فيها معظم النصارى، إنهم بيقارنوا المسيح بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودي مقارنة غير عادلة، لأنهم بيؤمنوا إن المسيح هو الله. أما عندنا كمسلمين فإن سيدنا محمد هو نبي ورسول من عند الله، فمش عيب أبدا إن نبي ورسول يموت لأنه بشر، وربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت وسيموتون، فلا شماتة بالموت، زي أنبياء الكتاب المقدس اللي ماتوا، أو زي تلاميذ المسيح اللي ماتوا. بس العيب وكل العيب والعار وكل العار إن في إله يموت ويشبع موت كمان. لا، ده مات وشبع موت، لأنه قعد ميت كم يوم؟ 3، ده شبع موت. والتصريح الخطير للأنبا رفائيل ده بيخلينا نطرح تساؤل هام، وهو من الذي مات على الصليب؟ اللاهوت أم الناسوت؟ مفيش اتفاق بين النصارى على مين اللي مات على الصليب، هل هو الناسوت أو اللاهوت، سواء من السابقين أو الحاليين. والغريب إن الاختلاف ده موجود بين أبناء الكنيسة الواحدة، علشان كده احتاروا في تحديد مين اللي مات على الصليب. فمنهم اللي بيقول وبإصرار إن اللي مات هو الناسوت، وده اعتراف منهم وتأكيد على سرمدية وبقاء الله، ومنهم اللي بيعلن موت اللاهوت لأنه هو لوحده اللي قادر على تكفير خطية آدم، ومنهم اللي قال تصريح بيعجز اللسان والمنطق عن وصفه أو التعبير عنه حتى. الله لم يموت، نعم، ولكن الذي مات هو الله. تحد مع اللاهوت في شخص المسيح، تحد في شخص المسيح، فالذي مات هو الله. نعم، والله لا يموت. لا يموت. خلاص يا باشا ما تكملش، أنا اقتنعت. وهنا إما أن يكون القس يوسف رياض جاهل وده مستبعد، وإما أنه يكون بيخاطب مجموعة من البشر تقبل المعلومة بدون تفكير ومن غير نقاش، وكمان يقولوا أمين وراه. والفئة دي هم جهال العالم وأدنياء العالم واللي بيزدريهم العالم، زي ما جه في الإنجيل. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الأصحاح الأول. بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجودة. وإليكم بعض أقوال الآباء ورجال الدين المسيحي اللي بتوضح اختلافهم، ونبدأ بالمجموعة اللي قالت إن المسيح مات على الصليب بناسوته. الذي مات هو الإنسان وليس هو الله. الله حاشا أن يموت، الله حي إلى أبد الآبدين، له عدم الموت. لكن الذي مات وصلب هو الإنسان يسوع. الناسوت، هذا الناسوت محدود، يضعف، يأكل، ينام، وأيضا يموت. فإذا أنا لما أفهم المسيح على الصليب، مين اللي أخذ العذاب بحسب المفهوم البشري؟ المسيح الإنسان. مين اللي أهين بحسب المفهوم البشري؟ المسيح الإنسان. وحينما نقول أن المسيح مات، فهو مات بطبيعة البشرية. هو المسيح مات بجسده، لأن ما ينفعش أقول يا من ذاق الموت باللاهوت، ما تمسيش. الله ليس من صفاته الموت، فاهمين إزاي؟ مش حاجة في صفاته، فما تنفعش. إذن المسيح مات بناسوته، بجسده، بحكم إنسانيته، بطبيعتنا البشرية اللي فيه. أما لاهوته ما بيموتش. فهمتوا الفكرة؟ والناس دول بيتكلموا بالفطرة اللي بترفض موت الإله، علشان كده قالوا إن المسيح الإنسان هو اللي مات على الصليب. بس الرأي ده بيرفضه الفريق الآخر اللي بيرى إنه ما ينفعش نقول إن جسد المسيح بس هو اللي مات على الصليب.
تبقى مصيبة سودة لو كان أسود بس. أيوه. عشان اتفقنا مش هيموت كان أسود بس. تبقى مصيبة سودة لو كان أسود بس. أيوه. عشان مش هيموت كان أسود بس. تبقى مصيبة سودة لو كان أسود بس. أيوه. عشان اتفقنا على إيه؟ لازم نقول إيه؟ اللاهوت لا يموت طبعا لا يموت. اللاهوت المتجسد والمتحد بناسوت يمكن ان يموت. اللي مات هنا يعني تعال اديك مثل بسيط. ها؟ برضو لما سيدنا الباب قال اللاهوت لا يؤكل طبعا. الله المتجسد يؤكل. ما دام تجسد ممكن ايه؟ ساعتها اللي بيؤكل لنفسه يؤكل. ما دام تجسد ممكن ايه؟ ساعتها المتجسد يؤكل. ما دام تجسد ممكن ايه؟ ساعتها اللي بيؤكل لنسوت بس ولا نسوت بتاع باللاهوت؟ بس كده. موضوع شديد ان الحاجه دي عملها سيد المسيح بالطبيعه الانسانيه، الحاجه دي عملها سيد المسيح بالطبيعه الالهيه. لا الكلام ده ما بينعجبهوش. ما فيش طبيعه انسانيه منفصله وما فيش طبيعه الهيه منفصلة. طبيعة واحدة من طبيعتين. طب ايه الضرر؟ الضرر لو جينا ونسحب اي عمل قال بيه المسيح ما نقدرش نقول اي طبيعة قال بيه، لان لو قلنا كده هيلغي مفعوله. زي ايه مثلا؟ الصليب اللي تممه السيد المسيح على الصليب، لانه طبيعة. لو اي حد بسرعة كده يقولك بالطبيعة انسانية صلب. طب لو انسان صلب مش هيكفر الا عن انسان اخر. طب ما طبيعة الالهية ما بتتصلبش. لكن هما متحدين الاثنين باتحادهم اصبح الانسان ينوب عن كل الناس، لانه متحد بالطبيعة الالهية تأدت له صفة اللامحدود. فما اقدرش اقول بانه طبيعه. اي عمل احاديث ومعجزات ما اقدرش اقول بانه طبيعه. اقول بانه طبيعه. بالطبيعه اللي تجسد بيها هي طبيعه واحده من طبيعتي. ما قضيت مع السامريه. ما هو فعل ومشي ولغيت ما بيتعبش. بس هما الاثنين متحدين. بس هما الاثنين متحدين. ومشي ولغيت ما بيتعبش. بس هما الاثنين متحدين. لو بطبيعه انسانيه بس مش هيقدر يدي حياه ابديه من الحياه اللي وعد بيه السامري. اقدر اقول الله مات؟ اقدر ولا ما اقدرش؟ الله مات. لا انا عارف شرح التعابير بيقول لي كنسوت مات. انا عايز اقول لها التعبير الله مات. اقدر اقولها؟ طب ايه رايكم ان انتوا يوميا بتقولوها في القداس؟ امين 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 بموتك يا رب نبشر. امين 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 بموتك يا رب بموتك يا رب بموتك يا رب نبشر. شفتوا الليتورجية حتى في دي قانونية التعبير. اقدر اقول اقدر اقول اهي في الليتورجية. ممكن بقى بعد كده اشرحها اقول يا من ذاق الموت بالايه؟ يبقى دي شرحت. تقول لي الله مات. طب افهم ازاي؟ قال لي اصل هو تجسد والجسد بتاعه اداله امكانيات انه يموت. اي سيدي. القدوس الحي الذي يموت الذي لا يموت الذي صلب عنا محمد. مات ولا ما ماتش؟ انا مش صدقك. شوفوا الذي لا يموت مات. ده دي عجوبة الليتورجية انه عايز يقول لك الذي لا يموت مات.
تمت ازاي؟ تشرح حاله بتقول له ذاق الموت بالجسد. لكن التعبير نفسه ممكن اقول الله مات. احنا مش بنقول كنيسة الله التي اقتناها بايه؟ دم الله. اقدر اقول دم الله؟ احنا كل يوم بنقول عن مذبح جسد الله دم الله. يعني الله لي جسد. ده احنا بنقول له بموتك يا رب نبشر. وبعدين نقول ما ماتش، لا ده مات، مات وشبع موت، لانه قعد ميت كم يوم؟ ثلاثة، ده شبع موت. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة، خلقنا من التراب وإلى التراب نعود. والقول بأن الناسوت هو فقط اللي مات هو قول يعترض عليه بعض آباء الكنيسة ومنهم الأنبا شنودة. ففي كتابه لاهوت المسيح صفحة 84 يقول: وما دامت الخطية موجهة إلى الله أصلا والله غير محدود، تكون إذن غير محدودة، وإذا كفر عنها لابد من كفارة غير محدودة تكفي لمغفرة جميع الخطايا لجميع الناس في جميع الأجيال وإلى آخر الدهور، ولكن لا يوجد غير محدود إلا الله وحده. لذلك كان لابد أن الله نفسه يتجسد ويصير ابنا للإنسان ويقوم بعمل الكفارة لخطايا العالم كله. وهذه المهمة قام بها السيد المسيح ليخلص العالم كله، ولو لم يكن هو الله ما كانت تصلح كفارته إطلاقا، لأنها استمدت عدم محدوديتها لكونه إلها غير محدود. قال عنه الرسول إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. هنا البابا شنودة عايز يقول ان الخطية غير محدودة، ولازم اللي يشيل الخطية دي يكون غير محدود، ومفيش غير محدود الا الله وحده. وعلشان كده الله غير المحدود اتجسد لكي يكفر عن الخطية الغير محدودة. وفي كتاب طبيعة المسيح للبابا شنودة صفحة 19 و20 تحت عنوان أهمية الوحدة للكفارة والفداء، واللي بيأكد فيها البابا شنودة موت الإله، فبيقول إن الإيمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد هو أمر لازم وجوهري وأساسي للفداء. فالفداء يتطلب كفارة غير محدودة تكفي لمغفرة خطايا غير محدودة لجميع الناس في جميع العصور، ولم يكن هناك حل سوى تجسد الله الكلمة ليجعل بلاهوته الكفارة غير محدودة. فلو إننا تكلمنا عن طبيعتين منفصلتين وقامت الطبيعة البشرية بعملية الفداء وحدها، لما كان ممكنا على الإطلاق أن تقدم كفارة غير محدودة لخلاص البشر. ومن هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين منفصلتين، وتقوم كل منهما بما يخصها. يعني ما حدش مسيحي ينادي بطبعتين ويقول اللي كان بياكل الناسوت واللي كان بيشرب الناسوت واللي كان بيدخل الحمام الناسوت واللي بيعمل المعجزات اللاهوت، فالكلام ده مرفوض تماما طبقا للإيمان الأرثوذكسي. ففي هذه الحالة موت الطبيعة البشرية وحدها لا يكفي للفداء. وده مش كلامي أو كلام المسلمين، ده كلام واحد كان بابا المسيحيين في وقت من الأوقات وأكبر راس في الكنيسة المصرية. فيا صديق النصراني، لما حد يسألك مين اللي مات على الصليب، اوعى تقول الناسوت أو المسيح الإنسان، فهتبقى مشكلة، لأنك كده بتخالف إيمانك وعقيدتك. ونكمل كلام البابا شنودة اللي بيأكد كلامه وبيقول: ولذلك نرى القديس بولس الرسول يقول: لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. وبكده نستنتج ان اللي صلب هو رب المجد، ولم يقل لما صلبوا الإنسان يسوع المسيح. ومعنى كده ان ما حدش يجي يقول ان المسيح مات بالجسد او مات بنسوته. ان تعبير رب المجد هنا يدل دلالة اكيدة على وحدة الطبيعة ولزومها للفداء والكفارة والخلاص، لان الذي صلب هو رب المجد. طبعا صلب بالجسد، ولكن الجسد كان متحدا باللاهوت في طبيعة واحدة. وهنا الأمر الأساسي اللازم للخلاص. ويقول القديس بطرس الرسول لليهود: أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه،
الكلام ده جه في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثالث عدد 14 ل 15، وهنا أشار إلى أن المصلوب كان رئيس الحياة. والسؤال هنا اللي بيطرح نفسه، رئيس الحياة ويموت؟ وهذا تعبير إلهي، يا إلهي، يعني اللي اتصلب هو رئيس الحياة، وده تعبير إلهي على حد قول البابا شنودة؟ فلم يفصل الطبيعتين مطلقا موضوع الصلب لأهمية وحدتهما من أجل عمل الفداء. وده تأكيد مرة تانية لأصدقائنا النصارى، اوعى حد يقول ان المسيح اتصلب وتألم بالناسوت، لانك كده بتفصل بين الطبيعتين، وبالتالي انت كده بتخرج عن ايمانك الارثوذكسي. فانتوا بتعبدوا الاله المتجسد اللي اتصلب بالطبيعتين البشرية والطبيعة الالهية المتحدتين. ونكمل كلام البابا شنودة، ويقول القديس بولس الرسول أيضا في رسالته إلى العبرانيين، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. وهنا في مجال الآلام لم ينسى مطلقا لاهوته، يعني اللي تعلم اللاهوت برضه، فهو حد يقول إن اللي تعلم الناسوت بس؟ إذ إنه من أجل الكل وبه الكل، هذا الذي قال عنه في موضع آخر، الكل به وله قد خلق. يعني اللي اتصلب رب المجد ورئيس الحياة اللي اتألم ومات بشهادة البابا شنودة، لأن الطبيعة البشرية وحدها ما تكفيش للفداء. ويكمل البابا شنودة ويقول، والسيد المسيح نفسه حينما ظهر ليوحنا الرائي قال له، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا. وطبعا النصارى بيستشهدوا بالنص ده على ألوهية المسيح، فبيقولوا لما قال أنا الأول والآخر إذن هو الله، فالأول والآخر ده هو اللي مات. ويعلق البابا شنودة على النص ده ويقول، وهكذا لم يفصل لاهوته عن ناسوته هنا وهو يتحدث عن موته. والعبارة دي بتلخص كل الكلام اللي فات. إذن فالذي مات هو رب المجد، لا مش بس كده، هو رئيس الحياة، ومش بس كده، ورئيس الخلاص هو أيضا الأول والآخر. فإذا كان هذا الإنسان وحده هو الملقي للآلام، فأي خلاص إذن نكون قد أخذناه. وهنا البابا شنودة بيقصد ان لو الانسان وحده هو اللي اتألم اثناء عملية الصلب، فما فيش خلاص وما فيش كفارة وما فيش فداء، لا حول ولا قوة الا بالله. ومن ضمن الاعتراضات اللي بيقولها بعض النصارى ان الله ما يتألمش لان الله روح، وان الروح مش بتتألم، وبيستدلوا بالنص اللي في الكتاب المقدس اللي بيقول، رسالة بطرس الرسول الاولى الأصحاح الرابع، فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطيئة. فالبابا شنودة كان ليه رأي مختلف عن النص ده، وبيقول في كتابه طبيعة المسيح تحت عنوان الطبيعة الواحدة والآلام، حقا إن اللاهوت غير قابل للآلام، ولكن الناسوت حينما وقع عليه الألم كان متحدا باللاهوت، فنسب الألم إلى هذه الطبيعة الغير محدودة. وده معناه إن اللاهوت ما بيتألمش، لكن لما وقع عليه الألم نسب إلى الطبيعة الواحدة وهي طبيعة الإله المتجسد. ويكمل البابا شنودة فكرته ويقول، وفي صلب المسيح يقدم لنا الكتاب آية جميلة جدا في حديث القديس بولس الرسول مع أساقفة أفسس، حيث قال، لتروا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. ونسب الدم هنا إلى الله، حاشا لله من إفك النصارى. مش عارفة إيه بس الجمال اللي في الدم أيا كان نوعه، وخاصة لما يكون دم إله النصارى، بينما الله روح والدم ناسوته. ولكن هذا التعبير يدل دلالة عجيبة جدا على الطبيعة الواحدة للكلمة المتجسد، حتى ان ما يتعلق بالناسوت يمكن ان ينسب في نفس الوقت للاهوت بلا تفريق، اذ لا يوجد انفصال بين الطبيعتين. مات يبقى نقول الاله مات، اكل وشرب يبقى نقول الاله اكل وشرب، نام وجع نقول برضو الاله نام وجع. هنا بقى بيضرب البابا شنودة مثال كويس خالص بيدل على ان اله النصارى مات بالناسوت واللاهوت معا. واضربها لكم مثل ببساطة، ببساطة جدا. ونحن في التعبيرات العادية نقول فلان مات، ولا نقول ان جسده فقط قد مات،
إن كانت روحه على صورة الله وهبها الله نعمة الخلود والروح لا تموت. يعني مثلا لو البابا شنودة مات، ما ينفعش نقول جسد البابا شنودة هو اللي مات، ولكن الصح إننا نقول البابا شنودة كله مات. وبرضو الإله لو كان أخذ جسد فهو أخذ الجسد ده علشان يتمكن من الموت، فلو كان جسد الإله مات فالإله مات، حاشا لله. ويكمل البابا شنودة كلامه ويقول: وإن كان الهدف الأول من التجسد هو الفداء، والفداء لا يمكن أن يتم عن طريق الطبيعة البشرية وحدها، إذن الإيمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد أمر جوهري لا يستطيع أحد أن ينكره، ولا يمكن أن يتم الفداء إن قلنا أن الناسوت وحده هو الذي له الآلام والصليب والدم والموت. أظن ما فيش توضيح أكتر من كده، يعني ما فيش نقول أن الناسوت وحده اللي ينسب إليه الآلام والصليب والدم والموت. إذن فالذي بذل الآب هو الإبن، والإبن الوحيد أي الأقنوم الثاني الكلمة، ولم يقل بذل ناسوته أو أي شيء من هذا القبيل، مع أنه مات على الصليب بالجسد، ولكن هذا دليل كبير على وحدة طبيعة الله الكلمة، وأيضا أهمية هذه الوحدة من أجل عمل الفداء. وده كان رأي البابا شنودة بالأدلة إن اللي مات على الصليب هو الإله المتجسد وليس الناسوت فقط. وفي رأي تاني إن اللي مات وتألم على الصليب هو الإله الخالق من خلال واضع قانون الإيمان أثناسيوس الرسول من خلال كتاب تجسد الكلمة في الفصل السابع، يقول: فنحن قد جلبنا الفساد على أنفسنا ونحتاج لإعادتنا إلى نعمة صورة الله، ولا يستطيع أحد أن يجدد الخلق إلا الخالق، فهو وحده الذي يستطيع أن يخلق الجميع من جديد، أن يتألم من أجل الجميع، أن يقدم الجميع إلى الآب. فسبحان الله، هنا بيقول الخالق وحده يتألم من أجل الجميع، فالخالق تألم، الخالق مات حسب اعتقاد آباء الكنيسة. وتعالوا نشوف دليل تاني من مراجع علماء المسيحية اللي بيتفق مع كلام البابا شنودة وكلام أثناسيوس الرسولي، وهو كتاب حتمية التجسد الإلهي، أسئلة حول حتمية التثليث والتوحيد، وهو سلسلة اقرأ وافهم دراسات إيمانية الكتاب الثاني، والكتاب ده من تقديم الأنبا توادروس بابا الكنيسة في مصر حاليا. فتعالوا نشوف قال إيه الأنبا توادروس عن الكتاب ده. ويعبر هذا الكتاب عن إيماننا بالثالوث المقدس، وهو مجهود طيب حاول كاتبه أن يكون كتابا شاملا حول هذا الموضوع الحيوي، وأحسب أن قد بلغ مراده لحد بعيد جدا، وهو بهذه الصورة يكون قد وضع بين أيدينا مرجعا موثوقا بالنصوص الكتابية وبالأقوال الآبائية من أباء الكنيسة وشارح الأسفار سواء الأولون أو المعاصرون. إننا نحتاج بشدة لهذا العمل في خدمة شعبنا بكل قطاعاته ولإجابة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. وتعالوا نشوف بيقول إيه الكتاب ده عن موت الله، ونبدأ بصفحة 275: نتيجة الاتحاد نستطيع أن ننسب آلام المسيح وموته للاهوت، يعني الله هو اللي مات. فيقول القديس أثناسيوس الغير الجسماني: الله الكلمة كان يحسب ما يختص بالجسد إنه له، ولذلك لما لطم الجندي جسد قال: لماذا تلطمني كأنه هو المتألم؟ قال: أسلم ظهره للصياط وخديه للطم، ولم أراد وجهه عن الخزي البصاق. والذي ناس جسد الكلمة كان الكلمة يقبل كأنه له لأنه متحدا بجسد. أما في صفحة 276 يقول: والآن نضع السؤال صريحا وواضحا، هل نستطيع أن نقول أن الله مات على الصليب؟ ونترك الإجابة للقديس مارس حاق السرياني ليعلمنا قائلا: سمعت الناس يتساءلون أمات الله أم لم يمت؟ يا للجهل، إيه الجهل اللي انتوا فيه ده؟ انتوا لسه بتسألوا الله مات ولا ما ماتش؟ إن موته يعني موت الله بالنسبة لهم، خلص الخليقة وهم يتساءلون إذا كان قد مات أم لم يمت، كده هو مستعجب وبيسأل إذا كان هو مات ولا ما ماتش. وبعد كده المرجع بيجيب الدليل على إن الله حشاه مات، وبيقول: فلولا أنه إله كيف أظلمت الشمس وتشققت الصخور. هنا بيقول للمعترضين على موت الإله: إزاي بتقول إنه الله ما ماتش والشمس أظلمت والصخور اتشققت؟ ولو انه انسان فمن الذي احتمل السياط وبين غرزة المسامير؟ حقا لم يكن الجسد وحده معلقا على خشبة الصليب بدون الله، يعني اللي تعلق على الصليب هو الله.
ولم يكن يتألم في الجلجسة بدون الجسد، فافتخار البيع العظيم هو ربنا له لاهوت ونسوت معا، فافتخار الكنيسة هو أن الله مات على الصليب، فافتخار الكنيسة هو أن الله مات على الصليب، فافتخار الكنيسة هو أن الله مات على الصليب. فإذا شاء أن يموت تجسد وذاق الموت بمشيئته، بل لولا أن رآه الموت متجسدا لخاف أن يقترب منه. فمحروم من يفصل اللاهوت عن الجسد، يعني اللي هيفصل اللاهوت عن الجسد ويقول إن اللي مات على الصليب هو الناسوت أو الطبيعة البشرية هيكون محروم طبقا للإيمان الأرثوذكسي، إن طبيعة الوحيد هي واحدة، كما أن أقنومه أيضا واحد مركب بدون تغيير. فلا يتشككن فكرك حين تسمع أن الله قد مات، وهنا بيديك نصيحة ويقولك اوعى تشك أو تصدم لما تسمع أن الله مات. أنا عن نفسي مش هتشكك، بس أنا ما يشرفنيش أصلا أني أعبد إله مات. فلولا أنه مات لكان العالم مائتا بعد، له موت الصليب وله القيامة. ويبدأ هنا يدلل على كلامه بالمثال اللي ذكره البابا شنودة في المرجع السابق، لما يموت شخص فلا يقال ان جسده مات ومع ان نصفه لم يذق الموت، ويقول عارفوه ان فلانا قد مات، ان اليهود صلبوا الها واحدا متجسدا فوق الجلجسة. اجل ان الها واحدا متجسدا ضرب على رأسه بالقصبة، والها واحدا متجسدا تألم مع الخلائق. وأنا هنا بسألك يا صديقي المسيحي كإنسان له عقل، هل الله يموت؟ وليه يموت أصلا؟ لما حد بيموت من البشر بنعزي أهله ونقول لهم البقاء لله، لأن الموت من طبيعة البشر والفناء من طبيعة البشر، أما البقاء السرمدي هو لله سبحانه وتعالى. فلما عقدتك تقولك إن إلهك مات، نقولك بقى البقاء لمين؟ وخلصت الكلام إن الله مات على الصليب، الله تألم، اليهود ضربوا الإله وصلبوا الإله، فمحدش يشك لما يسمع إن الله مات. فإن كان الذي مات على الصليب هو الله فهذا باطل، وإن كان الذي مات على الصليب هو الإنسان فهذا باطل أيضا، وما بني على باطل فهو باطل. أعباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله، وهل أرضاه ما نالوه منه، فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه، وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه، وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه، وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه، وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه، وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق مشدودا قفاه، وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه، وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه، وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه، ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي
شفاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه.